تسأل وتقول: هل التشهد الأوسط في النوافل الرباعية كنافلة الظهر غير مطلوب؟ نعم. هل التشهد الأوسط في النوافل الرباعية كنافلة الظهر غير مطلوب حتى لا تشبه النافلة الفرض أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. وما صحة حديث من صلى أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها حرمه الله على النار؟ الحديث صحيح، من صلى أربعا قبل الظهر ومن صلى أربعا بعد الظهر فحرمه الله على النار، هذا صحيح. ما شاء الله. والأربع تصلى مثنى مثنى، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يقوم ويصلي ركعتين ثم يسلم، ولا يقرنها بسلام واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم.